اليوم بناتي عناية بالنسبة لي تكون شاملة، بسوي سكراب طيب، فقلت لي ما أشارككم في سكراب بنات مرة حلو سويته في رمضان تقريبا. من جد حلو، البنات اللي حابين يبيعوا زي كذا يترزقوا، يحطوا في علب بس يكتبوا انه ما تيجي الموية عليه عشان حيخرب لانه في رز، فهمتوني؟ فمرة حلو مرة حلو مرة مرة بطل. حطيت قطرات من زيت البرتقال وزيت اللبان، تمام؟ البنات اللي مش حوامل يحطوا عادي زيت الجزر، اما الحوامل اللي يحطوا، اما كذا يعني هذه الوصفه كامله كذا تقدر يستخدموها الحوامل عادي. طيب دحين بحط زيت اللوز، طيب بملي زيت اللوز، كيف قوامه شايفين؟ شوفوا الزيوت وكمان جزء الصبار هو اللي حدد لكم قوام الماس اللي انتو حابينه. شوفوا لأنا خليته، شوفوا كيف، ما ابغى، ما احبه يكون سايل، احبه زي كذا. صنفرة، هذه بنات افضل صنفرة في العالم ممكن تستخدموها، بس انا صراحة ما عندي زيت الشاي الاخضر ما حطيت، انتو حطوا، مرة حلوة يا بنات، حلوة حلوة حلوة، أفضل ما أفضل سنفر ممكن تستخدموها في حياتكم أصلا، تجنن تجنن تجنن، حتى بعد السنفر تحسي بترطيف جسمك خيالي خيالي. دحين بعبيها في علبة الصبار لأنه فاضي خلاص، تجنن تجنن يا الله كيف حلوة ريحتها، نفسي أكلها نفسي أكلها.